طريق الشيخ، ما رايك في البنوك الذي يضعها الفلوس إيداع، وما البنك تنصح فيه يا شيخ؟ وما ايش البنك الذي يضع فيه فلوس، ايه؟ اما وضع الدراهم في البنوك فلا ارى ان توضع الا للحاجه، مثل ان يخاف الانسان على الدراهم في بيته فيضعها في هذه البنوك بالحاجة إلى ذلك. وأقول إنه يجوز وضعها في البنوك للحاجة، لأن البنوك ليست ربا 100%، إذ أن لها معاملات كثيرة طيبة ليست حراما. وإلا لو كانت معاملتها ربا 100% لقلنا لو تحترق فلوسك لا تضعها عندك، لأنك تكون مشاركة لهم في الربا. وعلى هذا فنقول إن دعت الحاجة إلى وضع البنوك إلى وضع دراهمك في البنوك، فإن كانت البنوك لا تتعامل إلا بالربا فلا تضعها فيها أبدا، لو تحترق الفلوس أو تحفر لها حفرة تجعلها فيها فلا تضعها في البنوك. وأما إذا كانت تعمل بشيء مباح وشيء حرام فلا بأس أن تضع الفلوس عندها للحاجة. وأما أي البنوك أحسن فأنا لا أعرف أي البنوك أحسن وأكثر معاملة في الربا، لكن يقال إن شركة الراجحي هي أسلم من غيرها في التعامل في الربا. نعم.